بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك. يا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك ومنزلة آل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتيني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.